تم اليوم زيارة فرقة 16 وذلك نقل توجيهات السيد رئيس أركان الجيش خلال المؤتمر المعقد في مفوضية عالية للانتخابات الذي جرى يوم 28/4. جرى التأكيد على أن يكون العمل مهني بعيدا عن التشاذب السياسي وأن تكون القطاعات الأمنية من الجيش الشرطة العمل بجدية وحيادية ومهنية عالية. أيضا تم التأكيد على إكمال الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات وكمان النهات السائبة بحماية مركز انتخابية بخطين، الخط الأول يكون حماية الشرطة والخط الثاني يكون بحماية الجيش. وأيضا تم التأكيد على إجراء العمليات الاستباقية وعمليات جهاضية لملاحقة الخلايا الإرهابية ضمن القاطع. وأيضا تم التأكيد أيضا على عمل احتياط لكل وحدة من وحدات للتدخل في حالة طارئة.